مدينة سيدي قاسم أصبحت بدون دور الصفيح بعد إعادة هيكلة أحيائها الهامشية، وذلك وفق البرنامج الوطني مدن بدون صفيح لفائدة 3870 أسرة. المشروع رصد له غلاف مالي قدر ب 144 مليون درهم. اليوم هي الإعلان على مدينة سيدي قاسم مدينة بدون صفيح، وهي المدينة 51 الذي تدخل في هذا الإطار، وهذا أعتقد أنه يشجعنا على أن نواصل من أجل بلوغ العدد المرتقب ل 85 مدينة من أجل إعلانها مدينة بدون صفيح. المشاكل المطروحة في هذا الإقليم، إقليم سيدي قاسم، مرتبطة بتأهيل الحضاري، بإعادة هيكلة عدد من الأحياء في عدد من الجماعات. المدينة أصبحت في المرتبة 51 على الصعيد الوطني والثالثة على الصعيد الجهوي، وبالمناسبة انطلقت أشغال تهيئة الأحياء الهامشية بدوار زريرات. هذا إنجاز مهم وكان ممكن بفضل يعني التدخلات ديال الجميع ديال السلطات المنتخبين والوزارات ومجموعة العمران تدخل كآلية ديال الدولة في هذا الإطار، وكذلك كان انطلاق الأشغال ديال المشروع لإعادة الهيكلة ديال جوج ديال الأحياء هنا في جماعة الزرارة، وهذا يعني مشروع مهم لأنه تيمكن باش يواكب الحاجيات ديال الساكنة. هي مبادرة يعود نجاحها بصفة أساسية للإجراءات التي تم اعتمادها في تعبئة العقار العمومي وفق مقاربة تشاركية.